الشطة أو الفلفل الحامي، بيبقى فيه كده فلفل لونه أحمر حامي كده، دي فوائده عديدة جدا جدا جدا، مش قادر أقول لكم قد إيه. فالشطة دي تعتبر علاج، تصوروا في حاجة اسمها العلاج بالشطة. أيوة، في ده فيديو بيوضح فوائد الشطة للدكتور كريم عدي. الحقيقة يعني هو دمه خفيف، اتكلم بأسلوب طريف يوصل للمشاهد بسرعة، واستفدنا منه جامد قوي، وعرفنا إن الشطة أو الفلفل الأحمر ده ليهم فوائد جامدة جدا جدا. والفلفل الأحمر أو الشطة ده معناها إن الفلفل بيبقى حريف، يعني حراق قوي، يعني وإنت تاكله كده بيبقى ملهلب، كل ما تاكله كده ويبقى ملهلب وحامي قوي، دي بتبقى فوائده جامدة جدا. أهم بقى النقط اللي جت في الفيديو، إن الفلفل الأحمر في حاجة اسمها الطب الوظيفي، أو بمعنى الطب العلاجي، بيستخدم للعلاج من الأمراض، للاستشفاء من الأمراض. فسبحان الله، ربنا سبحانه وتعالى تجلت قدرته إن إدى بعض الحاجات الطبيعية، إداها قدرة عظيمة في شفاء الأمراض وفي التغذية كمان. يعني ممكن حد مثلا يروح للدكتور يكشف عليه، مش هيهتم بياكل إيه ولا بيشرب إيه ولا بيعمل إيه، ويطلع الروشتة ودب يروح كاتب علاجات كتيرة وخلاص. الأدوية دي سموم كيماوية، مش كل حد يقدر يستحملها، يعني ممكن واحد ياخد أدوية كتيرة كتبها له الدكتور يتدهور ويعي أكتر. فالأولوية لازم تكون لطريقة التغذية والمناعة الطبيعية بتاعة الجسم. والأدوية تيجي بقى في المرتبة الثالثة. الشطة طول ما هي مؤلمة وحراقة، لازم نعرف إن في حاجة في الجسم اسمها المادة بي. لما بيحصل للواحد ألم في حتة معينة، طبعا الألم بينتقل للأعصاب عشان تحس بالألم عن طريق المادة بي دي. لما الواحد بياكل شطة أو حاجة ملهلبة، فلفل حامي أو كده، بتسحب المادة دي اللي هي بتنقل الألم للأعصاب، المادة دي بتتسحب فبتخلص لما كل ما تاكل فلفل حامي كده، فبتخلص، فدي بتشد اللي هي بتنقل الألم للأعصاب. فالواحد ساعتها مش هيحس بأي ألم ولا اي صداع. يعني اللي عنده صداع يجرب كده ياكل شطه ملهلبه او فلفل حامي ويشوف النتيجه. في نقطه كده، ان الشطه بتزود من ايض الجسم. ايه ايض الجسم ده؟ باختصار الايض دوت اللي هو مجموعه من التفاعلات الكيماويه والحيويه اللي بتتم في الجسم، زي عمليات البناء، عمليات الهدم، وبنتخلص من الفضلات وحرق الدهون. احنا يهمنا بقى هنا حرق الدهون، لأنه بيفيد طبعا في التخسيس وبيدي صحة أفضل. الشطة بتساعد القلب جامد. إزاي بتساعد القلب؟ مش الشطة دي من ضمن، يعني ربنا سبحانه وتعالى حط فيها القدرة على إنها توسع الشرايين. لما الواحد ياكل شطة أو فلفل حامي كده، الشرايين بتتسع. لما الشرايين بتتسع، لو واحد مثلا لا قدر الله مريض جلطة عايزين ينقله المستشفى، بيصمد أكتر، وبتبقى عنده فرصة انه يروح المستشفى ويتلقى العلاج هناك. طيب لما الشرايين بتوسع بيحصل ايه؟ ضغط الدم بينخفض. يبقى لو واحد ضغطه عالي، ضغط الدم بتاعه بينخفض، يبقى لان اي حاجة بتوسع الشرايين بتؤدي لخفض ضغط الدم. وطبعا القلب بينتعش، وسبحان الله بيحصل له انتظام، يعني بينتظم اكتر وبيستفاد من الاكسجين اكتر. الشطه طبعا بتزود افرازات الجسم. لما افرازات الجسم بتزيد، يعني العصاره الهضميه بتزيد، بتمنع عسر الهضم، لان بيبقى افرازات المعده بتزداد قوي، فالهضم بيتحسن قوي. يعني الدكتور كريم علي ضرب مثل بمريض كان عنده مشاكل عديده في الامعاء وبتاع، مش مستحمل، فراح تناول كميه كبيره من الشطه بقصد الانتحار. المفاجاه ان المريض دوت تم شفائه، لان الشطه كانت مناسبه ليه وعالجته من المرض اللي عنده في امعائه. سبحان الله، الشطه الملهلبه الحاميه بتنشط الدورة الدموية، ولما الدورة الدموية بتنشط يا جماعة، كفاءة الجسم بتزداد في مقاومة الأمراض، بنقدر نقاوم الأمراض والمناعة بتشتغل أفضل. وسبحان الله، الفلفل الأحمر أو الشطة بيدوبوا الدهون الضارة، يبقى الدهون دي المترسبة على الشرايين والكوليسترول الضار والحاجات دي كلها، الشطة بتخلينا نتخلص منها. ولما الانسان بيتناول الشطة، درجة حرارة الجسم بتزداد ويحصل افراز للعرق، فبنتخلص عن طريق العرق ده من المواد الضارة والسموم والاملاح الزيادة. وسبحان الله، الشطة والفلفل الاحمر تعتبر مضادات للفطريات ومضادات للبكتيريا. كمان الشطة بتعمل حاجة اسمها ديتوكس آمن للجسم. ايه الديتوكس ده؟ يعني باختصار ده مصطلح معناه إزالة السموم من الجسم. وطبعا لو جبنا شوية شطة كده، نص معلقة، وحطيناها في مية دافية
في كوبايه ميه دافيه كده، زائد ليمونه زائد معلقه عسل، واشرب هتتبسط قوي. وممكن تجيب مشروب حمص الشعب، بيبقى عليه شطه وليمون وبتاع، وتشربه بيبقى مفيد جدا برضه. الملاحظ اللي بياكل شطه كتير بتعمل تأخير للشيخوخة وتطيل العمر، طبعا الأعمار بيد الله بس احنا بناخد بالأسباب. الشعوب اللي بتعتمد على الشطة في غذائها زي الشعب الهندي بنلاقيهم بيعيشوا في صحة جيدة وأعمارهم طويلة نسبيا. في اعتقاد شائع كده إن الشطة يعني بتبوظ البواسير وبتبقى مؤلمة وحراقة عند عملية التبرز، لكن الصحيح إنها بتعالج البواسير. لكن الحرقان اللي هو مريض البواسير بيشتكي منه ده بيبقى مفيد مش مضر. كمان الشطة بتمنع تجلط الدم داخل الأوعية الدموية، طبعا حاجة زي كده زي الفل بيبقى الجلطات لا تحدث بقى لو الإنسان بيتناول الشطة على طول، لأن الدم بيبقى فيه سيولة باستمرار وبتزداد سيولة الدم. يبقى هنا النصح إن إحنا نتناول نص معلقة شطة 3 مرات يوميا، ويا سلام بقى لو كان عليها ليمون. تناول الشطة باستمرار، الأبحاث العلمية أكدت إن تناول الشطة باستمرار يقي الجسم من السرطان. وعموما بقى الفلفل سواء كان أخضر أو أحمر، المهم يكون حامي، يعني تأثيره بيبقى عظيم وفوايده كبيرة أوي أوي أوي. لكن طبعا الفلفل الأحمر أو الشطة بتبقى المواد مركزة أكتر وفايدتها أعظم. يبقى إن شاء الله الموضوع اللي هو موضوع الشطة هتلاقوه في رابط أسفل الفيديو، دوسوا على الرابط وإن شاء الله نستفاد من الموضوع.